كان في أي مشاكل في المحاضرة اللي فاتت لحضراتكم؟ وفي حاجة مش مفهومة أو حاجة؟ ولا الأمور تمام؟ كله واضح دكتور. طب الحمد لله تمام. ماشي، احنا هنكمل بإذن الله الكلام عن الـ Nuclear Imaging. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الـ الأساسيات بتاعت الـ Nuclear Imaging، واتكلمنا عن أنواع الـ Decays المختلفة، من الالفا ديكي، البيتا ديكي، الجاما ديكي او البيتا ماينس او البيتا بلس، واتكلمنا عن الانترنال كونفرجن والاوجير الكترونز، واتكلمنا عن البرودكشن ازاي بيتم البرودكشن بالنسبه للراديو ايزوتوب من السيكلوترون والنيوكلير رياكتور والراديو نيوكلايد جنريتور. وقلنا انتهينا تمام، واتكلمنا عن النيوكلير رياكتور، واتكلمنا عن الجنريتور. يمكن ما استفدناش قوي في الجنريتور، بس اتكلمنا عنه بسرعه كده، وبعد كده قلنا هندخل في الراديو فارماسيوتيكال. طيب الجنريتور يعتبر او الراديو نيوكلايد جنريتور بالنسبه لي هو ده اللي بيستخدم في توليد الماده المشعه، يعني ده الموست كومن بروديوسر او الموست كومن ماشين اللي انا بقدر استخدمها في انتاج الماده المشعه الراديو نيوكلايد. اكتر ماده مشعه تعتبر مستخدم او الكومن راديو ايزوتوب اللي هو التكنيشيوم. التكنيشيوم ده بيجي منين؟ البيرنت بتاعه مين؟ اللي هو المولبدنم. المولبدنم ده تايم هاف لايف بتاعه 67 اورز، تمام، والتكنيشيوم تايم هاف لايف بتاعه 6 اورز. الفكره كلها ان انا بجيب الجنريتور، الجنريتور ده بيجي لي من النيوكلير رياكتور. الفكرة بتاعته بمنتهى البساطة ان بيبقى عندي ان انا بمنتهى البساطة بالنسبة للجنريتور بيبقى جوه الجنريتور زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت بيبقى فيه اللي هو المولبدنم. يعني لو جينا فتحنا الجنريتور من جوه هنلاقي الموضوع بالشكل دوت. ايه المنظر ده؟ اولا الجنريتور ده هتلاقي ان هو حجمه تقيل جدا مش خفيف، ممكن بيوصل مثلا لحوالي 35 كيلو او حاجه. ليه؟ لانه طبعا هو الطبقه الخارجيه بتاعته فيها ليد، فيها رصاص. الليد ده عشان يمنع اي راديشن جاي من الانترنال راديو ايزوتوبس الموجوده، سواء كان المولبدنم او التكنيشيوم، ان هو يبنتريت الشيلدنج ده ويعرض الوركر اللي شغال لي هازارد او راديشن هازارد، فبالتالي لازم تبقى ليد شيلد. طبعا الليد الدنسيتي بتاعته عاليه، فده بيخلي الجنريتور بالنسبه لي هيفي حجمه او وزنه تقيل. طيب الفكره الاساسيه ايه؟ الفكره الاساسيه ان انا بيبقى عندي مولبدنم. المولبدنم ده متثبت على الالومنا. الالومنا دي بتبقى ماده كيميائيه. الماده الكيميائيه دي وظيفتها انها تثبت او ترتبط بالمولبدنم، فكرتها انها ترتبط بالمولبدنم. طيب المولبدنم ده عمال يحصل له ديكي لتكنيشيوم. احنا اتكلمنا في موضوع المولبدنم ان هو تايم هاف لايف بتاعه 67 ساعه، يعني بعد 67 اورز بتقل الاكتيفيتي بتاعته تو هاف. طيب في هو كل سكند بيطلع تكنيشيوم، عمال يطلع تكنيشيوم، عمال يطلع تكنيشيوم. التكنيشيوم اللي طالع ده موجود هنا والمولبدنم ده موجود هنا. طيب المولبدنم والتكنيشيوم تو راديو ايزوتوب، الاثنين نظيرين مشعين ولكن مختلفين في الزد نمبر. ذات مين ان في اختلاف في الزد نمبر ان انا اقدر افصلهم كيميائيا، احنا قلنا ان الاتوميك نمبر هو المسؤول عن الكيميكال بروبرتيز بتاعت الماتيريالز. فلو في تو ماتيريال الاثنين ليهم نفس الزد نمبر ما تقدرش تفصلهم كيميائيا عن بعض، لكن في اختلاف في الزد نمبر تقدر تفصلهم كيميائيا عن بعض، وده المولبدنم مع التكنيش. طب افصل ازاي؟ قال لك جت هنا الفكره ان انا استخدم سلاين، استخدم محلول ملح. السلاين ده بيعمل ايه؟ سلاين اهو، استخدم فايل فيه سلاين. السلاين ده ينزل خلاص، يتحرك، ينزل لحد ما يوصل لحد المولبدنم، يعمل له ايه؟ يعمل ووش اوت، يخرج او يعمل بايندنج مع التكنيشن، يرتبط بالتكنيشن، يطلع من الناحيه الثانيه هنا في الايفاكيويتد فايل. ده فايل مفرغ
من الهواء. طيب بفعل ان هو ايفاكيويتد فايل مفرغ فبيدفع الحركه بتاعت السلايم من الناحيه الثانيه. يعني انت لو جبت فايل مفرغ من الهواء خلاص وحطيت هنا حطيت الفايل المفرغ ده من الهواء ده هيعمل هيزود قوه السحب بتاعته لانه هو متفرغ من الهواء. ففي الحاله دي بيقوم ساحب السلاين، السلاين ينزل هنا ياخد التكنيشيوم ويطلع من الناحيه الثانيه. طبعا الفايل اللي هو فيه الايفاكيويتد فايل ده بيبقى موجود في كونتينر، الكونتينر ده شيلدد يعني مصنوع من الرصاص عشان خاطر يمنع اي راديشن يخرج منه. طيب ده فكره الاليوشن، ده بسميها اليوشن او بسميها ميلكينج. الميلكينج فقال لك ليه ميلكينج؟ لانك انت كل يوم بتشتغل. يعني انا بيجي لي جنريتور ده بيجي عندي النيوكليير ميديسن ديبارتمنت انا بشتغل بيه اسبوع او اسبوعين على حسب القوه الاشعاعيه بتاعته، على حسب الاكتيفيتي بتاعه المولبدنم. مثلا لو مولبدنم جاي لي 15 جيجا بيكرل فده ممكن مثلا يكفيني اسبوعين افضل اشتغل بيه 2 ويكس مثلا. لو جاي مثلا 10 جيجا بيكرل يبقى اشتغل بيه مثلا اسبوع واحد على حسب طبعا ريت الحالات والشغل وكده. طيب ليه؟ لانك انت كل يوم تيجي تعمل ميلكينج او تيجي تعمل اليوشن تلاقي الاليويت او الاكتيفيتي اللي خارجه بتقل، زي الكيرف اللي كنا بنتكلم فيه ده اللي هو الكيرف ده. انت مثلا جالك الجنريتور في اليوم الاول اهو جيت عملت ميلكينج كانت الاكتيفيتي عاليه، ده الاكتيفيتي ده الواي اكسس ده الاكتيفيتي، كان مثلا هنا الاكتيفيتي وليكن 1000 ملي كول. طيب اليوم الثاني تلاقي الاكتيفيتي نزلت قيمتها قلت، اليوم الثالث الاكتيفيتي بتقل، اليوم الرابع الاكتيفيتي بتقل، اليوم الخامس وهكذا لحد نهايه الاسبوع تلاقي الاكتيفيتي عماله بتقل. ليه؟ لان النشاط الاشعاعي بتاع المولبدنم نفسه بيقل، فبالتالي البروديوسد اللي هو البروديوسد اماونت او البروديوسد اكتيفيتي من التكنيشن كمان هتقل. فبالتالي انا بعمل اليوشن كل يوم، كل يوم يعني كل يوم بعمل ميلكينج، كل يوم بعمل عمليه الحلب دي، فبيسموه الكاو ماشين. الكاو ماشين يبقى الكاو ماشين دي بالنسبه لي خلاص هي مين؟ هو مين؟ هو الجنريتور، هو الجنريتور. تمام. طيب التكنيشيوم ده الاكتيفيتي كل يوم بتقل 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 لحد ما تقل تماما خلاص والقيمه بتاعتها تبقى قليله، فبالتالي بضطر ان انا اقوم عامل اكسبورت او ان انا ارجع الجنريتور للسبلاير بتاعي واجيب جنريتور جديد عشان اشتغل بيه عشان الحالات. لان انا مثلا بيجي لي الاكتيفيتي مثلا وليكن 100 ملي كوري او اللي انا عملت اليوشن طلعت 100، ال 100 دول مثلا بيكفوني انا مثلا عندي 5 بيشنت مثلا كل بيشنت هياخد 20 ملي كوري، يبقى كده دول ال 5 دول كده ال 100 بالنسبه لي. طيب في اخر يوم الاكتيفيتي اللي جات لي 20 ملي كوري ده هيكفي بيشنت واحد، لو انا بدي مثلا اكتيفيتي 20 ملي كوري يبقى دول هيكفي بيشنت واحد، يبقى انا مع الوقت خلاص الاكتيفيتي عماله تقل، فبالتالي مش هقدر اكفي النمبر اوف بيشنتس اللي جايين لي في النيوكليير ميديسن ديبارتمنت عشان اشتغل. طيب اليوشنز ليه بستنى هنا 24 ساعه؟ قال لك بعد 4 هاف لايف من التكنيشن بيحصل ايكوليبريم. يعني ايه ايكوليبريم؟ يعني الاكتيفيتي بتاعه المولبدنم بتساوي الاكتيفيتي بتاعه التكنيشن في نقطه معينه اللي هي هنا اللي هي هنا. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ يعني انت انا عايزك تتخيل معايا كده، ادي المولبدنم اهو الاكتيفيتي بتاعته عماله بتقل مع الوقت، قلنا التايم هاف لايف بتاعه 6-7 اورز، التكنيشن كام؟ 6 اورز. ادي المولبدنم انت عملت اليوشن، اليوشن ده يعني ايه؟ يعني كونسنتريشن او الاكتيفيتي بتاعت التكنيشن لما جيت انت سحبت التكنيشن بتاعك من الجنريتور، لما خلاص خدنا التكنيشن كله التكنيشن هنا جوه الجنريتور بقى كام؟ بقى زيرو، نزل للصفر صح؟ فمحتاج يعدي عليه وقت عشان يكون اكتيفيتي جديده. الوقت ده قد ايه؟ الوقت ده 4 هاف لايف، يعني كام؟ يعني 24 ساعه، لان الهاف لايف بتاع التكنيشن 6 اورز، فبالتالي بعد 24 هي وصلت لزيرو اهي تبتدي تعلى. النقطه دي نقطه ايكوليبريم. يعني ايه ايكوليبريم؟ يعني نقطه يتساوى فيها الاكتيفيتي بتاعه المولبدنم بالاكتيفيتي بتاعه التكنيشن، فعشان كده او عامل اليوشن في النقطه دي، فده الماكسيمم اكتيفيتي بتاعه التكنيشن، ده اعلى وقت الاكتيفيتي بتاعه التكنيشن بتبقى عاليه جدا فاقدر استفيد بيها كلها. فبالتالي النقطه دي بسميها ايكوليبريم، بيسموها ترانزنت ايكوليبريم.
الترانزنت اكوليبريم ده خلاص ان انا عندي المولبدنم التايم هاف لايف بتاعه لونج لونجر ذان اطول من التكنيشيم اطول من لونجر ذان يعني البيرنت اطول من الدوتر الدوتر شورت هاف لايف والبيرنت لونج هاف لايف هذا بسميه ترانزنت اكوليبريم تمام طيب عملت ايليوشن هنا الاكتيفيتي وصلت لصفر تاني كمان 24 ساعه تعلى يحصل اكوليبريم عملت ايليوشن تنزل للصفر انتظر 24 ساعه الاكتيفيتي تعلى اند سو اون وهكذا تمام ده فكره الجنريتور او فكره الايليوشن تكنيك اللي بتحصل او الميلكينج اللي بيتم كل دي مسميات لنفس الحاجه تمام ده واضح يا دكاتره ولا في مشكله واضح يا تمام هايل جدا طيب تعالوا هنا بقى نتكلم على في احنا قلنا برضو ان في نوع تاني من الجنريتورز ولكنه هو مش مش كومن زي التكنيشن جنريتور اللي هو الرابيديوم جنريتور اللي بيديك كريبتون 81 ميتا ستيبل ده التايم هاف لايف بتاع الرابيديوم 4.5 اورز اما الكريبتون يعتبر 13 سكند بنفس التكنيك برضو وبنفس الشغل وبنفس عمليه الاليوشن بس الايكوليبريم اللي بيحصل هنا بيسموه سيكولر ايكوليبريم سيكولر ايكوليبريم ليه لان الرابيديوم يعتبر فيري لونج هاف لايف فيري لونج هاف لايف اما بالنسبه لي يعني مقارنه الهاف لايف بتاع الرابيديوم مقارنه ب الكريبتون كريبتون 13 ثانيه تخيل بعد 13 ثانيه لو انت الكريبتون ده طالع لك 100 ملي كوري بعد 13 ثانيه بقى 50 بعد كمان 13 ثانيه بقى 25 الديكي بتاعه سريع جدا فالمقارنه ما بين التايم هاف لايف بتاع الرابيديوم والكريبتون مقارنه في سيجنيفيكانت ديفرنس ما بين الرابيديوم وبين الكريبتون الرابيديوم 4.5 اورز اما بالنسبه للكريبتون 13 سكند فالايكوليبريم او الاتزان اللي بيحصل ما بينهم بيسموه سيكولر ايكوليبريم تمام طيب الـ 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 النقطه اللي بنتكلم فيها انا دلوقتي طلع عندي التكنيشيم التكنيشيم ده او الراديو ايزوتوب بعد عمليه الاليوشن عايز اعمل ايه انا دلوقتي عايز اعمل ايمجين عايز اصور طيب ايه الخطوه اللي ناقصه دلوقتي يا دكاتره الخطوه اللي ناقصه ان انا عايز اعمل ليبلنج للراديو ايزوتوب النظير المشع او الراديو اكتيف ايزوتوب اللي عندي مع فارماسيوتيكال مع ماده كيميائيه مع كيميكال كارير تمام كده طيب وبعد كده ابتدي اعمل له انجكشن ويروح للتارجت اورجان بالنسبه لي اللي انا عايز اعمل له الايمجنج بتاعي عشان اعمل ميجرمنت او ديترمينيشن للفيسيولوجيكال بيهيفير بتاع الكومباوند ده او اشوف الفانكشن بتاعه تمام طيب الـ قبل ما نتكلم على قصه الليبلنج دي عايزين نقول دلوقتي انا لو عايز اعمل سيليكشن للراديو ايزوتوب اختاره في عمليه الايمجنج في التصوير تفتكروا ايه هي الايديال بروبيرس بتاعت الراديو ايزوتوب ده يعني انا دلوقتي لو جيت افكر هل يعني خليني كده نتكلم مع بعض الايزوتوب ده تفتكروا اخليه لونج هاف لايف ولا شورت هاف لايف ها شورت تمام طيب شورت للدرجه اللي هو يبقى مثلا 13 سكند 20 مينت ولا يبقى شورت للدرجه اللي هي تكفي انه يعمل سكان للبيشنت يعني هو ما اقدرش اقول عليه فيري شورت يعني ما يبقاش هاف لايف بتاعه 13 سكند او 20 مينت لا يبقى شورت للدرجه ان انا اقدر اعمل بيه السكان طب ليه شورت مش لونج لانك انت في الاخر انت عايز تحمي البيشنت فانا لو النهارده عملت انجكشن لبيشنت خلاص بمثلا براديو ايزوتوب ليه لونج هاف لايف خلاص الراديشن دوز اللي هياخدها البيشنت هتبقى عاليه خلاص يبقى انت في الحاله دي في الحاله دي انت في الوقت ده انت ضريت البيشنت فانت لازم تختار راديو ايزوتوب ليه شورت هاف لايف ده رقم واحد طيب تاني حاجه هل يا ترى راديو ايزوتوب ده يطلع جاما ولا يطلع بيتا ولا يطلع الفا ولا ايه 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 البريفرابل بالنسبه لكم يا جماعه النهارده لما اجي افكر هل لو انا اقول راديو ايزوتوب يطلع لي الفا وبيتا في الايمجنج جاما تمام ليه لان الالفا والبيتا يحصل لهم ابسوربشن مش هيعدي من جسم البيشنت جسم البيشنت اهو انا محتاج حاجه تعمل بنتريشن واستقبلها على الجاما ديتكتور او على الديتكتور بتاعي لو بتكلم في الفا وبيتا يحصل لهم ابسوربشن جوه البيشنت ومش هيعدي لكن لازم يكون جاما طيب
الافضل ان هو يكون بيور جاما ايميتر ولا جاما ومعاها بارتكلز؟ بيور جاما، بيور جاما ايميتر، هايل جدا. طيب الـ 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 دي كلها البوينتس اللي انا لازم في اختياري للراديو ايزوتوب تبقى احطها في دماغي او ان انا تبقى تو بي كونسيدر. طيب نقطه تانية، الافضل ان الجاما راي اللي جايه ده يبقى مونو انرجيتك. ليه؟ في احيانا بعض الايزوتوب بيطلع كذا انرجي، كذا طاقه من الجاما، تمام؟ لو هو بيطلع كذا طاقه هيعمل لي مشكله في عمليه الديتكشن، وانا بعمل ديتكشن للجاما فوتون انا عايز يبقى معظم الفوتونات ليها سنجل انرجي، طاقه واحده. ده بالنسبه لي هيبقى مور ايزير بالنسبه لي في عمليه الديتكشن وعمليه تكوين الصوره. لكن لو انا عندي مالتي انرجيز، انت كانك مثلا بتقول ان الراديو ايزوتوب ده هيديك 1000 فوتون، ال1000 فوتون دول كلهم 100 كيلو الكترون فولت، ده افضل بكتير جدا في عمليه الديتكشن وعمليه السكان تايم من انك انت تقول انا 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 بيطلع عندي 500 فوتون 100 وانذر 300 فوتون مثلا 120 وكمان 200 فوتون مثلا او 200 فوتون مثلا بيبقى مثلا 140. طب انت كده ايه عملت ايه؟ انت كده طلعت فوتونات كتيره او طلعت ديفرنت انرجيز من الفوتونات، طاقات مختلفه من الفوتونات. فبالتالي لما تيجي تعمل ديتكشن انت بتختار انرجي واحده بس تعمل لها ديتكشن وبتنجلكت الباقي. فبختار مثلا ال 140 او بختار ال 100، طب بقيه الفوتونات انت ما استفدتش بيها، يبقى ده هيزود معاك السكان تايم، انت هتحتاج وقت اطول في السكان عشان تعوض اللوس اللي حصل في النمبر اوف فوتونز اللي انت فقدتها، لانها جايه بطاقات ثانيه فمش هتستفيد بيها في عمليه الديتكشن بالنسبه لك. ده هيتضح اكتر شويه لما نيجي نتكلم عن الميكانيزم بتاع الجاما كاميرا وعمليه الديتكشن بالنسبه للفوتونز اللي خارجه من البيش. طيب يفضل ان الايزوتوب ده لما يحصل له ديكي يديني ستيبل دوتر، يعني ما يدينيش ماده مشعه تانية، لا يديني ماده الماده دي تكون ستيبل، يعني ما يحصلهاش، ما تطلعليش مثلا بيتا بارتكلز، ما تطلعليش انذر جاما فوتون، لا يبقى بيحصل ديكي لستيبل ايزوتوب، تمام؟ طيب سهل ان هو يرتبط بديفرنت فارماسيوتيكلز، زي سهل انه يرتبط مثلا بكيميكال كارير يروح للبون، كيميكال انذر كيميكال كارير يروح للقلب، انذر كيميكال كارير يروح للثايرويد اند سو اون. يبقى انت كده سهل عمليه ارتباطه او سهل الانتر اكشن ما بينه وما بين الكيميكال كومباوند. تاني حاجه ما يغيرش فيه البيهيفير بتاع الفارماسيوتكس، يعني مش البايندينج معاه يغير فيه الميتابوليزم بتاعه او يغير فيه الكيميكال كومباوند او يخليه توكسيك او يخليه مثلا يغير فيه الباي ديستريبيوشن بتاعه، لا يبقى فيه ستابيليتي او ما بيغيرش في البيهيفير بتاع الفارماسيوتكس، تمام؟ تاني حاجه لما يحصل ليبلنج ما بينه وما بين الكيميكال كارير بالنسبه لي يبقى الانتر اكشن ده ستيبل في درجة الحرارة العادية. يعني أنا دلوقتي عملت ليبولينج وسبت الفايل كده، سبته ساعة ساعتين عقبال لما يجي البيشنت واشتغل عليه، المفروض تبقى ستيبل، ما يحصلش ديسربشن للبوند اللي ما بينهم، أو ما يحصلش إن البوند اللي ما بين الكيميكال كومباوند وما بين الأيزوتوب يحصل لها ديسربشن في الوقت ده، خلاص يبقى أنا الليبولينج بتاعي باظ خلاص او فيلد بالنسبه لي، مش هقدر استفيد بالليبل. يبقى لازم يبقى ستيبل في الروم تمبريتشر، ما ياثرش طبعا على اي ميتابوليزم، يبقى افيلابل، يعني ما يبقاش النهارده ان انا مثلا اروح اجيب ماده مشعه من مكان مثلا بره مصر، في الحاله دي انا الاكتيفيتي عقبال لما توصل لي هتوصل لي باكتيفيتي قليله جدا، والسبيسيفيك اكتيفيتي هتقل في الحاله دي. طيب لما السبيسيفيك اكتيفيتي بتاعتي تقل، انا كده الكونسنتريشن او الاكتيفيتي بتاعتي لما هتقل مش هقدر استفيد بيها على عدد اوف بيشنتس، عدد من المرضى. طيب السبيسيفيك اكتيفيتي يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا انا الفايل بتاعي نفترض فيه 5 مللي، 5 مللي ايه؟ سلاين، 5 مللي سلاين محلول جواهم 100 مللي كوري. تاني الفايل بتاعه
5 ملي لتر جواهم 100 ملي كول. طيب الفايل ده جاي لي من بره مصر هياخد وقت مثلا هنقول 6 ساعات، والتايم هاف لايف بتاع الماده المشعه دي 6 ساعات، يبقى لما هيوصل لي المركز بتاعي وصل لي قد ايه يا جماعه؟ كم ملي كوري؟ 50 ملي كوري. موجودين في كم ملي من الصلاين؟ 5. يبقى الكونسنتريشن اكتيفيتي بتاعتي حصل لها ايه؟ ريدكشن باي هاف. يبقى قلت. يبقى انت في الوقت ده السبيسيفيك اكتيفيتي بتاعتك قلت. يبقى اذا انا بالنسبه لي كحد عايز استخدم الماده المشعه لازم السبيسيفيك اكتيفيتي بتاعتي تبقى عاليه وانا شغال، تمام؟ لانك انت لما هتزود الفوليوم بتاع السلاين خلاص ده مش كويس في عمليه الليبلنج اللي هتتم. الليبلنج اللي هيتم ما بين الايزوتوب وما بين الفارماسيوتكس اللي موجود او الكيميكال كومباوند اللي موجود. لو كان السبيسيفيك اكتيفيتي زي ما انت بتزود كميه سلاين فانت بتزود الفوليوم، فالبروبابيليتي اوف انتراكشنز هتبقى اقل من لو كان الفوليوم بتاعك صغير والاكتيفيتي بتاعتك عاليه في الفوليوم الصغير ده، فالبروبابيليتي اوف انتراكشن ما بين الايزوتوب وما بين الكيميكال كومباوند هتبقى عاليه. طيب طبعا يبقى سهل ورخيص في عمليه الانتاج، ما يبقاش توكسيك، كل الكلام ده منطقي، ما يغيرش حاجه في الفانكشن او 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 البيشنت فيسيولوجي. بس في نقطه مهمه، في نقطه اسمها هاي تارجت نون تارجت ابتيك ريشيو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا لو انا بصور القلب، خلاص انا عايز لو القلب ده التارجت بتاعي، عايز الاكتيفيتي او الماده المشعه بتاعتي او الراديو فارماسيوتيكال يوصل للقلب، ده بسميه تارجت. طب والنون تارجت اللي هو الباك جراوند، المنطقه اللي حوالين القلب. يبقى الهاير كونسنتريشن موجود فين؟ موجود في القلب بالمقارنه بمين؟ بالباك جراوند. يبقى ده هاير تارجت تو نون تارجت اللي هو ابتيك ريشيو. يبقى الابتيك في التارجت اورجان بالنسبه لي اعلى من النون تارجت. يعني انت ما تحليش ماده مشعه، الماده المشعه دي البايو ديستريبيوشن بتاعها هيروح للنون تارجت اورجان بنسبه اعلى من التارجت اورجان. يبقى انت كده في الوقت ده انت مش هتطلع صوره كويسه، انت عايز صوره يبقى المور اكيوميليشن اللي بيحصل موجود فين؟ في التارجت اورجان بالنسبه للباك جراوند اللي حواليه. طيب ده نفس الكلام زي ايه الراديو فارماسيوتيكال اللي موجوده؟ زي التكنيشيوم ام دي بي اللي هو الميزوكسي داي فوسفونيت اللي هو فيه فوسفات جروب، اللي احنا قلنا ان انا مثلا لو عندي بيشنت ده هول بادي بون سكان اهو، خلاص في اماكن هنا بتلاقي الصوره دي صوره انفرتد، خلاص تلاقي المفروض الصوره دي الاماكن السوداء دي الهوت ليجن اللي هي واخده، بسميها هوت سبوت بالنسبه لي، او الهوت ليجنز اللي هي واخده ابتيك عالي من التكنيشن من الماده المشعه، على عكس الباك جراوند اللي حواليها، على عكس بقيه المناطق اللي حواليها مش واخده الهوت ليجنز ده. طب ده ليه؟ لان المنطقه دي فيها مشكله، المشكله دي متحفز اللي هي الخلايا اللي قلنا عليها اللي هي الاوستيوبلاست. انا عندي نوعين من الخلايا اللي هي الاوستيوكلاست والاوستيوبلاست. الاوستيوكلاست دي اللي هي بتكسر، مسؤوله عن التكسير، خلاص. الاوستيوبلاست مسؤوله عن البناء، تمام. الاوستيوبلاست دي عشان تبني محتاج كالسيوم وفوسفات، بتجيبهم منين؟ بتجيبهم من البلاد. طب انت نازل لها ام دي بي فيه اوريدي فوسفات جروب بس جاي معاه تكنيشيوم، هو مش شايف التكنيشيوم، خلاص خد التكنيشيوم دوت او التكنيشيوم وخد عمل له ابتيك في الاماكن اللي فيها اوستيوبلاست عالي، فيظهر معاك هوت ليجنز بهذا الشكل، تمام. فيقدر يديفرنشيت ما بين الاماكن اللي فيها هاير اكتيفيتي من او هاير اكيوميليشن من التكنيشيوم، بيسموها هوت ليجنز بقى على حسب طبعا البيشنت ده، مثلا بروستيت كانسر فبيشوف الميتاستس، او بريست كانسر بيشوف الميتاستس الموجود، او في فراكشر او في انفلاميشن او وات ايفر الكيس اللي هي موجوده، طبعا راجعه للهيستوري بتاع البيش. بس ده المين ايديا. The spine consists of third ability to the torso. The lower section of the spine is called the bone scan to help determine the fixed areas where a large The bone scan can هنا نفس الفيديو ده اللي بيوضح لو في عندك مشكله بالنسبه للبون سكان، يعني لو في عندك مشكله في السباين
مثلا في الفرتيبري زي ما احنا شايفين بعد عمليه الانجكشن بالنسبه للريديو فارماسيوتيكال زي ما قلنا طبعا بتتحرك في البلاد ستريم. البيشنت عاده في البون سكان بيقعد حوالي من ساعتين لثلاث ساعات عشان يحصل كومبليت بايو ديستريبيوشن للماده المشعه في جسمه. بيبتدي يشرب ميه كتير جدا وبيبتدي يدخل التويلت قبل ما يتصور عشان يعمل فويدنج للبلادر عشان البلادر ما تبقاش منوره قوي في البون سكان فتديك تاثر على الابتيك في باقي الهول بودي. بيبتدي مثلا لو في ليجن او في مشكله زي ما قلنا خلاص تبتدي تظهر معاك كانها هوت سبوت منوره في الهول بودي ايمج بالنسبه للبون سكان. طبعا ديفرنت باثولوجي ممكن يبقى فيه فراكشر ممكن يبقى فيه متاسس موجود او whatever the case. طيب من الحاجات التانية برضو الراديو فارماسيوتيكال زي الميبي اللي هو الميزوكسي ايزوبيوتايل ايزونيترايل اللي هو اللي بستخدمه فين؟ بستخدمه في القلب زي ما انا قلت ان انا جوه القلب جوه عضلة القلب الميوكارديال في عندي الميوسايتس الخلايا اللي هي موجوده في عضله القلب جواها الميتوكوندريا. خلاص يحصل الكتروستاتيك بايندنج ما بين التكنيشيم سيستم اي بي خلاص وما بين النيجاتيف تشارج اللي موجوده على شايف النيجاتيف تشارج دي اهي اللي هي الازرق دي. هنغير الكالر ادي النيجاتيف تشارج دي اللي موجوده على السيرفيس بتاع الميتوكوندريا. يحصل الكتروستاتيك بايندنج ما بين التكنيشيم سيستم اي بي اللي موجود عنده بوزيتيف تشارج يحصل له ترابنج يبقى موجود في عضله القلب. تيجي بعد كده انت تصور البيشنت الكوروناري ارتريز دي بتغذي بتعمل فيدنج او بتعمل بلاد سبلاي للديفرنت سيجمنتس اللي موجوده في عضله القلب سواء كان انفير وول بتيجي الار سي اي الراي كوروناري ارتري الانتير وول يبقى ده الليفت انتير ديسندنج ارتري او وات ايفر السيجمنت. كل حاجه طبعا من الكوروناري ارتري سواء كان السيركمفلكس او الليفت انتير ديسندنج او الرايت كورونري ارتري كل واحد فيهم بتغذي سيجمنت معين. يبتدي بيشوف الميوكارديال وول وبيعمل الصور دي او الايمج اللي احنا شايفينها دي زي ما انا اتكلمت المره اللي فاتت ان هو كل صوره دي بياخد شورت كاتس اللي هي الاكزيال وبياخد كرونال وبياخد ساجيتال. خلاص بمفهومنا احنا في الراديولوجي الاكزيال وكرونال وساجيتال نفس الكلام. هو بيبتدي يقطع عضله القلب بهذا الشكل ادي القلب بيبتدي ياخد مقاطع كده ده بالنسبه لي اللي هو الاكزيال تمام وبياخد مقاطع بالشكل ده كده ده بالنسبه لي اللي هو الساجيتال او الفيرتيكال لونج اكسس او بياخد مقاطع كده خلاص ده اللي هو الهوريزونتال لونج اكسس. بيبتدي طبعا كل كروس سيكشن بيبقى فيه السيجمنتس اللي موجوده الانفيريور السيبتال اللاترال انتيريور وكل سيجمنت بيتغذى بيه بلاد سبلاي ويبتدي يشوف البلاد برفيوجن عامل ازاي جوه المايكارديال وول ويبتدي يقارن الستريس بريست ستادي. وطبعا زي ما هنتكلم بعد شويه على الجيت التكنيك للاي سي جي او ليه بشتغل الفحص ده جيتد ده من الاكوزيشن مودز اللي موجوده على السبكت او الجاما كام. برضو من الحاجات اللي هو التكنيشن دي تي بي اي الدي تي بي اي ده رينال سكان خلاص وظيفته ان هو هيدروفيلك اللي هو الدي تي بي اي ده هيدروفيلك يعني محب للميه يعني بيمشي نفس مسار